كتير عن مباراه النهارده، النهائي المنتظر بين روما وبين فاينرد. والحقيقه يمكن على خلفيه المباراه دي حصل مشاكل كتير قوي، بس قبل ما اكلمكم عنها ومقدمات المباراه اللي مخليه او اللي زادت يمكن شويه من اثاره المباراه النهارده اللي بتقام في البانيا في تيرانا العاصمه على وجه التحديد، هيكون معانا لورينزي لونجي وهو طبعا صحفي ايطالي مراسل لينا من امام ملعب المباراه. نتكلم معاه طبعا، بدايه برحب بيك، ويهمني اعرف اجواء ما قبل المباراه اللي هتنطلق قبل ثلاث ساعات او بعد ثلاث ساعات وهتجمع بين روما الايطالي وفاينرد الهولندي. Buonasera da Tirana a tutti i tifosi dell'Alali, sono Lorenzo Longhi e sono qui per la finale della UEFA Conference League, prima finale del nuovo trofeo europeo che questa sera con inizio alle ore 21 vedrà in campo la Roma contro il Feyenoord. Si tratta di una partita molto importante per la città di Tirana che per la prima volta nella sua storia ospita una finale di una Coppa Europea. Questa Conference League neonata ha portato a Tirana 20.000 tifosi che entreranno nello stadio, l'Arena Combatera che بين جماهير روما وجماهير فاينورد. كان هناك العديد من الاشتباكات بدات خلف الملعب، وهذا ما كان هناك زياده اعداد كبيره للشرطه الالبانيه، لكن المباراه ستكون كبيره. بدات بالامس وجماهير روما قامت بعمل اشتباكات عديده مع جماهير فاينورد، لكن الحضور سيكون محافظ روما وفرانشيسكو توتي لاعب الجيلوروسي وابنائه ايضا والعديد من الشخصيات الكبيره ستحضر الكونفرنس ليج. واقول لكم ان هناك بعض الحصريات سأقوم بنقلها خلال دقائق عندما سندخل إلى أرضية ميدان أرينا كومباتري لنقل لجماهير قناة النادي الأهلي الحدث الكبير هنا كأول مرة لنهائي الكونفرنس ليج بين روما وفاينورد. لكن بالنسبة لتوقعاتي، توقعات المباراة كبيرة، سندخل إلى الميدان وسنشرح كل ما حدث بالأمس من اشتباكات مع جماهير روما وجماهير فاينورد، لكن الأجواء هنا عظيمة جدا، الكل يتطلع لمشاهدة المباراة. الشرطة الإيطالية قامت بحجز جماهير العديد من جماهير روما وجماهير فاينورد، تم وضعهم في الفان زون من أجل تقدم المشاكل التي حدثت أيضا صباح هذا اليوم في بعض من الكافيهات وبعض من الشوارع البانية. أتمنى أن تعود هذه المباراة قوية كما نعتقدها، ولكن جماهير البانية متعاطفون بشكل كبير مع مورينيو وتعاطفون. سنتقابل خلال دقائق من داخل الملعب. انزل لونجي، هرجع لك مره ثانيه تكون وصلت لداخل ملعب المباراه، الملعب طبعا اللي هيستضيف مباراه النهارده. وخليني اقول لحضراتكم مقدمات للي ما عرفش او للي ما تابعش من امبارح بالليل. هو بدايه طبعا يمكن يكون خطا غير مقصود من الاتحاد الاوروبي باختياره تيرانا وملعب تيرانا لاستضافه نهائي الكونفرنس ليج، بطوله مستحدثه ما كانش متوقع ليها انها تكون ناجحه قوي، ولكن الحقيقه البطوله نجحت بشكل كبير، وخصوصا بعد وصول فرقتين يعتبروا من الفرق الكبيره اللي ليهم على الاقل قاعده جماهيريه وشعبيه عريضه جدا على مستوى اوروبا. بنتكلم على فاينرد الهولندي، واحد من اكبر انديه هولندا مع ايندهوفن واياكس امستردام، وبنتكلم على روما اي اس روما طبعا الايطالي، واحد من اكبر الانديه، نادي العاصمه في ايطاليا ونادي ليه تاريخ طويل جدا. فبالتالي وصول الفرقتين دول، الناس طبعا هناك بتتحرك من بدري قوي، وبالتالي تم اختيار ملعب تيرانا من قبل المسابقه ما تبتدي او من قبل البطوله ما تبتدي، لكن ما كانش في الحسبان عند الاتحاد الاوروبي انه البطوله تبقى ناجحه على الاقل جماهيريا بالشكل ده، ولكنها نجحت نجاح ساحق. ملعب المباراه سعته 20,000 متفرج فقط، لك ان تتخيل انه في اكثر من 50,000 متفرج راحوا للعاصمة الألبانية عشان يحضروا الملعب، وده أدى لحدوث يعني زحام شديد جدا. من امبارح بالليل خليني أحكي لحضراتكم، حصلت اشتباكات عنيفة جدا جدا. في بعض الأخبار إن في ناس أو ضحايا سقطوا في الاشتباكات دي، لكن ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي هو 50 مصاب وجريح، واشتباكات عنيفة بمعنى كلمة عنيفة، كانت من قبل جمهور روما في ضد جمهور فاينرد. لكن النهاردة الصبح الحقيقة وكرد فعل جماهير فاينرد، الحقيقة صحيت النهاردة الصبح أو بداية من الفجر بدأت ترد الهجوم، وكانت في اشتباكات كتيرة جدا استمرت لغاية لما تدخلت قوات الشرطة. خلينا نروح للورينزو لونجي مرة تانية من داخل بقى ملعب المباراة، يكلمنا عن المواجهة ويكلمنا عن فرص مورينيو طبعا اللي بيقود روما النهاردة في تحقيق إنجاز تاريخي للفوز بالكاس الخامس الأوروبي. الخير، نعود لكم من تيرانا من داخل الملعب.
لحظة دخول الجماهير. الآن ستقوم جماهير روما وجماهير فاينورد بدخول الملعب خاص لقناة الأهلي من ملعب أرينا كومباتيري. جمهور روما سيبدأ الآن بالدخول وجماهير فاينورد، والشخصيات الكبرى ستقوم بالدخول قبل بداية المباراة بساعة على الأقل. الأجواء هادئة الآن أفضل بعض الشيء. الشرطة الألبانية قامت بسيطرة على العاصمة الألبانية. جماهير روما جاءت خاصة على حسابها الخاص من أجل الدخول للملعب، لكن تم منعهم من الدخول في المطار لأن العدد للأسف اليويفا سمحت فقط ب 20,000 داخل ملعب أرينا كومباتيري. لكن دعنا نتحدث عن المباراة. روما مع جوزيه مورينيو تأمل في تحقيق البطولة الأولى الأوروبية للجيالو روسي كمدرب لروما من على مقاعد الاحتياط، وروما في هذه المساء قد يكون مفضل أمام فاينورد. فاينورد يلعب مباراة كبيرة، لكن فاينورد لديه العديد من الشباب ومتحمسين جدا. ووصلت أيضا أخبار الاشتباكات لفريقين، معسكر روما ومعسكر فاينورد. أتمنى أن تكون مباراة سلوط. شكرا لجماهير الأهلي وشكرا الحياة خاصة لكم. انزل لونجي كل الشكر ليك، وكل الشكر الحقيقه لاسلام لوكا على مجهوده معانا. دي كانت تغطيتنا ما قبل مباراه النهائي الكونفرنس ليج النهارده بين روما وفاينل. اسمحوا لنا نروح لفاصل ونتواصل مع حضراتكم في السادسه ونتابع تغطيتنا لرحله الفريق النهارده ووصولها ان شاء الله باذن الله للمغرب.